خبر بقى مهم جدا لاعضاء النادي الاهلي بالاخص من الموقع الرسمي للنادي الاهلي. الخبر بيقول ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب النهارده الظهر عقد مع شركه التعمير للتنميه والاداره السياحيه بموجبه بيحجز النادي الاهلي فندق فينيسيا العالمين في مارينا وبيستغله بالكامل على مدار شهور السنه لاقامه اعضاء النادي الاهلي، وده طبعا في الوقت نفسه برضه بيخصص شاطئ بدون تذاكر بدون رسوم لاعضاء النادي الاهلي في نفس المكان. وقع النهارده العقد من جانب النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، كمان وقع عن شركه التعمير والتنميه هشام زعزوع رئيس مجلس الاداره ووزير السياحه السابق، حضر مراسم التوقيع العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي وعمر باسم نائب رئيس مجلس اداره شركه التعمير والتنميه واحمد فهمي المستشار القانوني للشركه، ده طبعا في اطار برنامج مجلس اداره النادي الاهلي لتقديم افضل خدمات للاعضاء على كافه المستويات.